فضيلة الشيخ وفقكم الله، المزابنة هي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. يقول المزابنة هي شراء التمر بالتمر على رؤوس النخل. يقول لو أني اشتريت التمر بنقود وهو ما زال في رؤوس النخل. ما يخالف بالنقود، ما يخالف، ما هو بربا. هذا الربا هو بيع الجنس بجنسه خرصا، ما يضمن التساوي. أما إذا باعوا بغير جنسه ما في مانع. نعم.